بسم الله الرحمن الرحيم. ارجونومكس ارجونومكس ان بيدياتريك سيرجري لاباروسكوبي اند ثوراكوسكوبي. يبقى نكتب كده ارجونومكس. طبعا في ناس مش عارفه يعني ايه كلمه ارجونومكس. دول مصيبتهم مصيبه ما يسمعوش المحاضره دي. ارجونومكس في ايه؟ في اللاباروسكوبيز حوالي مثلا بنتكلم في 15 حاجه، والثوراكوسكوبيز طبعا حقيقه يعني هيظهر هنا على الجنب ده اللي هو كل ما بعد الخط المنقط صوره، والصوره دي هتظهر بالتتالي والتوالي. التتالي حاجة والتوالي حاجة. التتالي لغة عربية مش فصحى، التوالي لغة عربية فصحى. في بقى التوازي هعرفها لكم المحاضرة الجاية. ماشي؟ طيب. محدش يسألني يعني إيه أرجونومكس، يدور عليها في الإيه؟ في القاموس لو كان مش عارف معناها. أول حاجة وحبيت ابتدي بيها، لسه عاملين حاله الحمد لله فيلد، بس عشان اللي بيفيل بتتعلم منه احسن من اللي ما بيفيلش. لاباروسكوبيك سبلينيك. فلاسيميا، سفيروسايتوز، ايا كان هيظهر لك أول حاجة وهي صورة الكتاب روب أند سميث الأوبراتيف، المؤلف الأساسي مارك ديفنبورت وجيمس جايجر. تعال ناخد الاقتباسين دول منهم. الصورة الأولانية ألا وهي صورة البوزيشنينج، هتلاقي موجودة عندك إيه؟ طبعا الطفل او ايا كان، يعني احنا بيبقى غالبا عدينا الخمس سنين في السبلينكتوميز، ودي حاجه ترجع لها في النظري من 5 إلى 6 سنين، ومش هشرح نظري فيها دي. ترابيزه كده، انت تروح رافع الجنب الشمال بتاعه بيبقى خداد بفوط، فيبقى كده ادي رجليه اهي زي رجليك كده، ومرفوع جنبه ده مقطع كروس سكشن. طب ما انت مش هتعرف تركب البورتات، الخواجات بيهتموا بكل حاجه، فهتروح عامل تيلتنج للترابيزه بحيث انها تبقى كده. حلو كده؟ فلما تبقى كده هيبقى البيشنت زيرو. فور بورت، دي خطوه مهمه مش المفروض تاخد منك دقيقه، تاخد منك 5 دقائق 10 دقائق. بورت بليسمنت، بعد ما تعمل البورت بليسمنت على الزيرو، خصوصا طبعا لما انت تبقى مايل وتعمل بورت بليسمنت ده خطر، مش بس لان وضعك مش مبسوط، لكن لان كمان الامعاء مرميه عليك، سوليد اورجان مرمي عليك. طب انا اخش في الامبلجس والحاجات دي مرميه عليا ليه؟ لا سيما ان هم بره بيستخدموا الفيروس ايه؟ الفيروس نيدل. فهتلاقي في الصوره عندك البوزيشننج انك تحط اندر الليفت فلانك او الليفت سايد كله بتاع البيشنت، ترفعه وبعدين ايه؟ تتلت الترابيزه لغايه ما تبقى زيرو، تحط البورتات، وبعد كده ترجع تاني للترابيزه تبقى زيرو بحيث ان هو يبقى مرفوع جنبه الشمال. لما هيبقى مرفوع جنبه الشمال تقدر تاخد انت داخل بقى بالبورتات، خلاص تقدر بقى تشتغل. ليه بقى؟ لان الوضع ده بيخلي السبلين هانجنج كده ومتعلق على اللاين رينال، وطبعا ما تفكوش، ما تبقاش غبي تعمل كل ده وفي الاخر تفك، احنا مش اوبن. طب تعالى لي بقى وقول لي الصوره الثانيه. يبقى دي الصوره الاولانيه وقال لك الاوبتيمال تروكر سايتس والكلام ده. الصوره الثانيه هتظهر لك اللي هي الصوره 57.6، وهيقول لك فيها البورت سايتس فين. اشرح حته بقى هنا في السبلينكتومي اللاباروسكوب، مش معنى ابدا ان انت عملت كونفرجن لاوبن ان انت وحش خالص.
تعال بقى اشرح لي. حاضر. اقول لك يا سيدي الوضع طبعا كالاتي. ادي الكوستال مارجن. زي في استنى معه. كوستال مارجن. كوستال مارجن. وادي حبيبك الطحال. وادي الامبليكس. عيش معايا في الحتة دي. بص يا سيدي هتلاقي كاتب لك 5 5 5 5. الحقيقة الكلام ده مش صح. لا انت هنا عند الزيفي. هنا ميدواي ما بين الزيفي والامبليكس. هنا الامبليكس شخصيا سكار وبنستفيد منها الا لو هي ضدك خالص. وهنا تحت اللور بول في الليفت لور كوادرانت. المكان الزايد الشمال. اذا كان في زايد ما فيش زايد شمال طبعا. ببساطه شديده بتشوف الايه اللور بول وتحسه ما تبقاش تحتيه على طول. ما تبقاش ايه بتضايق نفسك. لكن هي لو كوادرانتس انت بتتكلم في اللور ليفت كوادرانت. دي ودي عشرات او اتناشرات. واحده منهم تبقى 12 لانها هتدخل دباس. ويا ريت الاثنين 12. واي 10 او 12 لازم تادميت 5. يعني في ريديوسر يادميت من العشرة الديسبوزابل ممكن يدخلوا الخمسات عادي. كذلك ال 12 تادميت 10 وال 10 تادميت 5 وال 12 تادميت 5. بحيث لو دخلت الات خمسات ما تقعدش تتضايق، لازم يبقى معاك ريديوسر لدي وريديوسر لدي. وهنا خمسات. ادي الصوره ايه؟ الثانيه اللي قلت لكم عليها ظهرت لك هنا هي المفروض. طيب الصوره بقى الثالثه اللي هي الصوره من الكتاب اللي لونه اخضر هولوكوم اشكرافت الا وهي الصوره بتاعه البورت سايتس برضو. اقرا لك اللي موجود فيها. several configuration can be used. هو حاطط لك هنا ثلاث بورتات فوق الامبليكس. لما يكون العيان 10 سنين 12 سنه ساعتها تستخدم ثلاثه هنا. ويبقى دي كانها زي بتاعت اللور بول. وعشان كده خد الصوره بقى بتاعت الطفل الصغير خالص اللي هي الصوره اللي الولد فيها ايه اسمريكا شويه. ودي هتبقى الصوره بالنسبه لنا اللي بتبين اهميه البورت ده في الصغيرين. مفيش مساحه نحط هنا ثلاث اماكن غير الامبليكس. لا هيبقى اتنين بس. ودي يبقى هيبقى اربعه هنا في الميد لاين لو انا ايه لو انا كبير. الحته دي مسافه كبيره. وساعتها يبقى ده بيقوم مقام ده. بعض الكتب وصفتهم بكيرف كده. مش هتفرق. خلينا في الكلاسيك تيتشنج اللي متقال. شوف بقى من المدارس او السكولز اللي عندك. السكول الاولانيه انك تعمل ديفاسكولاريزيشن لبرانش قريب من البارينك. مالكش دعوه بالابر بول واللور بول تجيب المين ستيم تروح ضربه. لا انا داخل برانش. وهتلاقي سيجمنتال ايه ديسكولاريشن. بتبدا رقم واحد باللور بول. هتلاقي سيجمنتال من اللور برانش. وبعد كده تروح على الشورت جاستريكس تربطهم واحد واحد. وده يستدعي انك انت تشتغل بدي رايت وركينج ودي ليفت وركينج. ودي تبقى ايه رفعالك ال اسف دي رايت وركينج ودي ليفت وركينج اسف دي رايت وركينج ودي الكاميرا ودي الليفت وركينج ودي رفعالك الابر بول او اللور بول. يعني انت بترفع اللور بول فتشتغل في اول حاجه اللور بول اهي. ترفعها بايه بالاله دي؟ والكاميرا هنا زي ما قلنا سكوب اهو عشان ما نضايقش. وهنا الانرجي ديفايس اللي هي هارمونيك او ليجاشور. واشتغل كده. اجي اشتغل على الابر بول يعني اشتغل على رقم اثنين الا وهي ايه؟ الشورت جاستكس. احنا كنا في المدرسه الاولى. الشورت جاستكس اروح جايبهم من تحت لفوق واحده واحده بان انا امسك بالايد الشمال
الاستومك واروح زايحها ميديا دي، فاعمل تراكشن بلين، وده يرفع الايه الابر بول. يبقى في الاول برفع اللور بول بالايه بالال دي، وبعد كده انقل على ابر بول عشان الشورت جاستريكس، اروح شادد الاستومك وابتدي اقص، ودي رفع الابر بول تبعد عني او تزيح السبلين لاتر، وممكن تعكسهم تبقى دي اللي بتزيح ودي اللي شاده الاستومك، اللي يريحك واللي يريح المساعد بتاعك. المهم ان الاوبريتور يبقى واقف هنا، والكاميرا مان اهو، والاسيستنت اهو. ساعات نبدل، يعني ايه؟ يعني الكاميرا مان يجي من تحت هنا يبص كده، وانت تكمل على الشورت جاستريكس بدي، وتبقى بايدك الشمال رافع الايه الابر بول، والمساعد شادد لك الاستومك، او انت شادد الاستومك والمساعد رافع الابر بول، وانت شغال بالانرجي ديفايس من هنا. يبقى ممكن الانرجي ديفايس من هنا لو الكاميرا مان هنا، وممكن الانرجي ديفايس من هنا لو الكاميرا مان هنا. يبقى ممكن اجيب الكاميرا مان على يميني في الشورت جاستريكس شويه، وممكن اكمل بنفس طريقتي. كلام جميل. دي المدرسه الاولى، وبنقفلها خالص بان احنا بن ايه بنخلص كل الهايلاند بقى في الاخر. ثالث خطوه خلصنا الايه اللور، ما خلصنا شورت جاستريكس والهايلاند. وبيقولوا في الهايلر اتاك تخش من اللي في النص دي، هتلاقي صوره عندك ظهرت الا وهي ايه الصوره اللي في هولوكوم برضو. بيقول لك after division of short gastric vessels using the ultrasonic scalpel the lesser sac is entered في الاوبراتيف فوتوغراف the stomach is being retracted. زي ما انت شايف الاستومك اللي هي بالاسيستنت انسترومنت سوليد ارو، وبعدين الدوت الالسر سيركل ات ذا بوتوم اوف ذا فوتوغراف از ابروتشينج وان اوف ذا انتاكت شورت جاستريك اللي هو الدوت ارو. يبقى السهم المنقط ده شورت جاستريك وهو بياخدهم بايده اليمين زي ما باين في الصوره اللي هي التخطيطيه. كذلك هتلاقي فيه الصوره بقى بتاعت الاتاك اوف ذا هايلم. وانس ذا سبين هاز بين موبيلايزد and is attached only through the hilar vessels الكاميرا روتيتد، فتبقى فين؟ to the left lower quadrant. قالك تدخل الكاميرا من هنا، والستابلر اللي هي الدباسه، وغالبا بتختار الغيار يا الاصفر يا الازرق. الازرق ده المتوسط، الاصفر الازرق اصغر منه بس ما هوش فاسكولار قوي، يعني مش اللي هو اصغر حاجه. وبعدين تدخل الغيار، هما خمس الوان طبعا، تدخل الغيار على الدباسه، الدباسه بتبقى 12، فعشان كده بقول لك يفضل يبقى البورت ده 12 وده 12. ما عرفتش تخلي واحد منهم 12، ودي نقطه خلاف برضو، ادخل الدباسه من هنا وابقى الكاميرا من هنا، ولا ادخل الدباسه من هنا وابقى الكاميرا من هنا. بعض الحالات بتبقى كده وبعض الحالات بتبقى كده، حسب حجم الطحال وعلى حسب الفيزيبيليتي بتاعتك وتسليكك. ولكن من عيوب الدباسه ان انت لما بتدخل الدباسه بتقطع الهايلا بحته واحده، بتقطع بعيد شويه عن البارينكما، لانك لو دخلت في الحته بتاع البارينكما ممكن الفيسلز تمزع منك. فلما نقطع البارينك لما نقطع بعيد عن البارينكما ممكن تخبط التيلو في بانكرس ويحصل ديستال بانكرياتيك انجري وفيستولا، وده احد عيوب الدباسه. وفي ريبورتس على الكلام ده وانها اعلى كنسبه من ان انت تستخدم الهيمولوج وتقعد تربط واحد واحد في المدرسه الاولى. يبقى المدرسه الثانيه انا شغال لور وابر برضو، بس دخلت بالدباسه الاستابلر، وقلنا يخش بالدباسه على الليفت لور ويبقى السكوب هنا، او من هنا ويبقى الايه السكوب هنا. المدرسه الثالثه عشان ما ننساش، انك تعمل نفس اللي في المدرسه الاولى لور بول شورت جاستكس، لكن تيجي تاتاك الهايلم، وده برضو ساعات تاتاك الهايلم من الاول او تاتاكه في الاخر، مش هي دي المدرسه. المدرسه انك تعمل تسليك على الهايلم، شوف الفين شوف الارتري، وده انا عملته في كذا حاله، وتروح عامله على الارتري وعامله على الفين الارتري او طبعا ثم الفين، وتقص ما بينهم سيفلي، وده اكثر واسهل في في السبلين المتوسط او في السفيروسايتوزس، يبقى احسن واسهل انك تكلير ات عشان تبعد التيلو فانكتس كويس، وعشان تسكليتونايز الفيسلز كويس. اعيد سريعا تقسيمه البورتات اهي، البوزيشننج قلناه، بنخش بثلاث مدارس. هعمل سيجمنتال ديفاسكولاريزيشن بعد اللور والابر بول،
يا هعمل ستابلر على الهايلم بعد اللور والابل بول، يا اما هعمل الهيمولوك على الهايلم سواء في الاول او في الاخر بعد اللور والابر، بس باي دي فاسكولاريزيشن اوف ذا ارتري اند فين او دي اسكليتونايزيشن اوف ذا ارتري اوف ذا فين، ومن غير استخدام ستابلر خالص. هتلاقي صوره ظهرت لك بقى في الاخر خالص على ضربه الدباسه اهي، وان ذا سبين هاز موبيلايزد اتاتشد، تطلع بالايه بالدباسه تيك كير نوت تو انكوربوريت بورشنز اوف ذا بانكرياس. خلص يا سيدي السبلي. تمام كده خلصنا هذا الفيديو، والى لقاء اخر ان شاء الله مع ارجونومكس تانية باذن الله.